اهلا بكم وسهلا ومرحبا ولقاء جديد مع الدكتور على الهواء مباشره. خلينا اقول لكم ان دايما الدنيا تحس دايما انها ثلاث طرق، ثلاث مفارق، مفرق يمين، مفرق شمال، مفرق في النص. وفي مسرحيه انا بعشقها اسمها سكه الندامه او سكه السلامه، ويقول لك ايه، في سكه السلامه وفي سكه الندامه وفي سكة اللي يروح ما يرجعش. الجملة دي خلتني دايما ماشي في الدنيا بهذا المبدأ، في سكة يمين، في سكة شمال، وفي سكة في النص. في مثلا الحقن المجهري، في ناس أول ما تشوفك اثنين جايين عندهم مشاكل في الإنجاب، صباح الخير، أنت لازم لك حقن مجهري كده. وفي ناس تانية يعني الموضوع كده، وفي حد تاني هيقول لك لا لا لا، حقن مجهري ايه يا راجل، ده حرام، ده بدعة من بدع الشيطان، ده افتكاسة مش عارف عامل ازاي، وانا هعمل لك حاجات تانية خالص خالص، هعالجك باسلوب تاني خالص، ويأخر عليك يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، لغاية لما عمرك يفوت. وفي سكة في النص، وده طبعا سكة عمل السلامة. سكة السلامة هي السكة السليمة، السكة المتميزة. معلش في عفاريت في الاستوديو. سكة السلامة هي السكة التي تجعلك تصل إلى بر الأمان. طب إيه بقى سكة السلامة دي؟ العلم. إمتى أعمل؟ وإيه أسباب العمل؟ وإيه الفحوصات اللي تتعمل فتعرفك؟ فانا طبعا عشان افهم سكه السلامه فين في الموضوع ده، ما اروحش في سكه الندامه وسكه اللي يروح ما يرجعش، انا قلت استضيف اللي يشرح لي هذه السكه السالمه. قيمه علميه هامه جدا، مصريا وعربيا وعالميا، اسم لامع ما شاء الله يعني، ولا اكبر ولا اهم. وطبعا في الدكتور ركيزه اساسيه وكما يقولون يعني ايه، سوبر ستار في مجال النساء والتوليد بلا شك، ويعني صديق عزيز واخ عزيز على مدار سنوات طويله، هو القيمه والقمه العلميه الهامه جدا استاذ الدكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه طب القصر العيني جامعه القاهره، فول بروفيسور واستشاري جراحات المناظير واطفال الانابيب والحقن المجاري، عضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم. اهلا بيك دكتور ايمن، اشكرك على الاطراء ده يا باشا، ده حقك. لا والمقدمه دي قويه جدا. قول لي بقى سكه السلامه. لا إيه؟ فعلا المقدمه دي قويه جدا، صح يعني الارتجاليه دلوقتي حالا. انا لا برافو عليك فعلا. لان ده على فكره واقع احنا بنشوفه فعلا. انا صاحب مدرسه الارتجال. لا فعلا انتمي لمدرسه الارتجال. لا واقع فعلا احنا بنشوفه يعني، برافو عليك ان انت اختصرت واقع كبير جدا جدا، ومواقف كتير جدا بنشوفها، ومواقف وايام ورحله ناس يمين شمال، ناس من هنا وناس من هناك، يعني انت اختصرتها فعلا في الكلام ده واشكرك عليه. وده فعلا مدخل عظيم جدا لحلقتنا النهارده، اللي هو ايه، امتى نعمل الحقن المجهري، ايه الوقت المظبوط، ايه الموقف الصح اللي احنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل عشان حقن مجهري. لان زي ما حضرتك تفضلت قلت كده، في ناس كتير بيسرعوا في القرار دوت وهم مش محتاجين ان هم يعملوا حقن مجهري، وفي ناس كتير بيتلكأوا ان هم يعني ياخدوا القرار ده وفعلا محتاجين ان هم يعملوا حقن مجهري، وفي ناس كتير يرفضوا تماما هذه الفكره رغم ان هم فعلا محتاجين ان هم يعملوا حقن مجهري. فاحنا عاوزين ندخل الناس زي ما حضرتك كده قلت سكه السلامه، ونبعدهم عن سكه الندامه وسكه اللي يروح ما يرجعش. بدايه سكه السلامه هي الاتي، هي ايه الطرق، ايه المحاور اللي هتوصلنا لسكة السلامة دي. هما محاور زي ما قلناها مرارا وتكرارا، ان حيوان منوي، وان بويضة، وان انبوبة، وان رحم، وجايز اسباب تانية او جايز محاور تانية تقدر توصلنا الى هذه السكة. نمسك محور محور، واحنا جايين على محور 26 يوليو. واحنا جايين بنحضر لمحور الحيوان المنوي. ايه اسباب في الرجل بيعمل عشانه حقن مجهري؟ اسباب في الرجل، الرجل لا يستنكف ابدا ان يكون هو السبب ان يعمل حقن مجهري. يعني ايه يستنكف؟ يعني ما يكسفش.
ما يتكسفش، ما يتكسفش ان هو اللي يكون السبب ان هو يعمل حقن مجدد. ليه بقول كلام ما يتكسفش ده؟ لان المفاجآت بتظهر عندنا في المركز، مش عندنا احنا تحديدا يعني، في مراكز الخصوبه عموما. مراكز الخصوبه عموما لما بتيجي تعمل تحليل السائل المنوي بتعملها في تقنيه مختلفه تماما عن التقنيه اللي بيعملوها في المعامل العاديه على اختلاف مستوياتها. واحنا عندنا معامل قويه ومحترمه جدا جدا واسماء لامعه، وطبعا معامل في قمة الدقة، لكن في نقطة تحليل السائل المنوي لا، بالبلدي كده ادي العيش لخبازه. يعني الراجل ما يستنكفش. بالظبط. طب انا عايز اوريك الراجل بيتكلم بس باسم الدكاترة. تمام. وبيتكلم بيقول حاجة غريبة بس عشان حتة اصل دي وقفت عندها شوية، تعالى نشوف مع بعض. تعالى نشوف، اتفضل. طبعا عمل طفرة هايلة في علم تكنولوجيا اطفال الانابيب والحقن المجهري. قدرنا بيها ان احنا نتغلب على حالات عديدة من فشل اطفال الانابيب والاضهاد المتكرر لحالات عديدة. نتيجة لأسباب جينية أو عيوب خلقية في جينات الجنين نفسه. وبعيدا عن الشعارات والطفرات والكلام الكبير ده، اسمحوا لي أقول لكم حاجة بسيطة يعني. الطفل ده شيء جميل. ربنا سبحانه وتعالى أبدع فخلقه. وجوده بيخلق لنا حياة تانية جوه حياتنا. بيخليك حد تاني. شجاع، جريء، قوي، حنين. كائن صغير. صغير جدا متعلق فيك، بتبقى انت دنيته لحد ما يكبر، وهو بيبقى دنيتك لحد ما تموت. واسعد لحظات حياتك لما تسمع اسمه بيسبق اسمك. اسعد لحظات احمد السقا زي ما قال هو لما يسمع طفل اسمه بيسمع اسمه. انا اسعد لحظات حياتي وحياه اي دكتور استشاري استاذ في مجال تخصص تاخر الانجاب واطفال الحقن المجهري هو يسمع صرخه طفل لسه بيتولد من رحم ام كانت بتعاني وتعاني عشان توصل للمرحله دي. اسعد لحظات حياتي. تكببهم. اسعد لحظات حياتي، وعشان كده ده الهدف اللي احنا دايما بنشتغل عليه. حياتنا قائمة على الهدف ده. الهدف ده قلنا عشان نحققه يبقى لازم نعرف احنا ايه الموقف اللي احنا محتاجينه عشان، او ايه الموقف اللي احنا اتحطينا فيه، ساعتها لازم نعمل حقن مجهري. ابتدينا بقصة الحيوان المنوي. قلنا ايه جملة مهمة جدا دكتور ايمن كده بين قوسين، ان الراجل لا ايه؟ لا يستنكف. لا يستنكف ان هو يكون السبب ان هو يعمل حقن مجهري. وبنقول الجملة دي لان فعلا في مراكز الخصوبة رجال كثيرون يكتشفون ان هم السبب في تاخر الانجاب كتير جدا. عارف كم في الميه نسبه العقم عند الرجال دلوقتي؟ وصلت الى 30%. 30% يعني كل 10 رجال 3 منهم عندهم مشكله تاخر الانجاب. طيب ال 30% دول كلهم محتاجين يعملوا حقن مجهري؟ لا، مش كلهم محتاجين يعملوا حقن مجهري. مين في ال 30% من الرجاله دول محتاجين ان هم يعملوا حقن مجهري؟ بس ده بشرط ان هم بيعملوا تحليلاتهم فين يا دكتور ايمن؟ في معمل متخصص في تاخر الانجاب، في مركز خصوبه، مش في معمل عادي مهما كان قوه هذا المعمل العادي. وده من اجل مصلحتهم. احنا مش هنعمل زي النعام ندفن راسنا في التراب ونفرح ان احنا نروح لمعمل يطلع تحليلنا كويس واقول انا هو تحليلي كويس. لا يا حبيبي، انت تحليلك مش كويس، انت تحليلك سيء جدا. يبقى احنا لازم نعمله في مركز خصوبه. مين الرجال دول؟ نمرة واحد، الرجال اللي عندهم نقص في عدد الحيوانات المنوية. المنظمة الصحة العالمية في آخر تقرير ليها سنة 2010 وآخر مقاييس ليها سنة 2010 قالت إن الرجل الطبيعي هو السائل المنوي بتاعه يحتوي على 15 مليون حيوان منوي في الملي الواحد. 15 مليون حيوان منوي. الرقم ده قد يبدو الناس ان هو عالي، بس 15 مليون دول اللي هم يقذفوا في المهبل وقت العلاقه الزوجيه، الافات منهم بس هم اللي هيوصلوا للبويض. ال 15 مليون دول الافات منهم بس هم اللي هيوصلوا للبويض، واحد منهم بس من الافات دي هو اللي هيقدر يخصب البويض. طيب الرجل اللي العدد عنده اقل من 15 مليون يعمل حقن مجهري؟ لا. اقل من 10 مليون؟ لا. اقل من 5 مليون. يبقى الرجل اللي تحليل السائل المنوي بتاعه او عدد الحيوانات المنويه بتاعته اقل من 5 مليون في الملي الواحد محتاج ان هو يعمل حقن مجهري. اقل من 5 مليون بقى 4 مليون 3 مليون 100,000 50,000 1,000 زيرو. زيرو. رجل زيرو از سبيرمي.
يعني السائل المنوي بتاعه لا يحتوي على حيوانات منويه. الرجال دول لابد ان احنا نعمل لهم ما يسمى بتقنيه الحقن المجهري. معلش عشان انا بقابل الموقف ده كتير. ايه هو بقى؟ هل واحد يجي لي وهو عامل تحليل بتاعه يكون زيرو از سبيرميا يعني لا يحتوي على حيوانات منويه، هل هنتظر عليه كتير واديله ادويه وفيتامينات وعلاج هرموني واعمله عمليه دوالي في انتظار ان هذا الرقم يتحول ويوصل الى 15 مليون؟ نادر جدا. يعني بص تعودنا في المجال بتاعنا دكتور ايمن ان احنا ما نقولش كلمه مستحيل، بس هنقولها ايه، نادر جدا 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 جدا، يعني واحد من المليون في المليون. ماشي تمام. نادر جدا ان من زيرو الى عدد طبيعي الى 15 مليون الرحله دي، نادر جدا ان يكون عن طريق مجرد علاج بالادويه، علاج بالادويه سواء كانت اقراص او حقن او علاج عن طريق عمليه دوالي. امال ايه؟ الناس دي ما تضيعش وقت وتلجا على طول لاداء الحقن المجهري وفي مركز متخصص مشهود لي بالنجاح في الحالات دي. ليه؟ لان الناس دي، الناس اللي هم عندهم او ما عندهمش حالات منويه خالص في السيد المنوي، الناس دي هتستفيد من تقنيات عاليه جدا اسمها الجراحه او العينه الميكروسكوبيه للخصيه. لما ناخد عينه من الخصيه، والعينه ديت مش هتكون بالبلدي كده بختك يا ابو بخيت خد وافتح من الحته دي واحنا ونصيبنا، لا لا، احنا هنستعين بفكره العلماء الجيولوجي لما ينزلوا على حته ارض وينقبوا على البترول، بيجيبوا المجسات بتاعتهم كده وينقبوا على البترول، احنا عندنا حاجه زي كده ميكروسكوب بيتحط على الخصيه عشان يقول لنا اماكن متوقع بنسبه كبيره ان احنا نلاقي فيها حيوانات منويه. مجسات؟ مجسات بقى، بس عن طريق الميكروسكوب. تمام. من غير ما تفتح؟ من غير ما افتح. من قبل ما تفتح يعني؟ من قبل ما نفتح، من قبل ما نفتح الخصيه. خصيه، احنا بنفتح كيس الصفنه، بس من قبل ما نفتح الخصيه نفسها. يعني بالبلدي كده ما خرجش الراجل بنص خصيه او ربع خصيه واقول له انا خدت لك عينه من الخصيه وما لقيتش حيوانات منويه، لا، انا هاخد عينات صغيره جدا بس في الاماكن اللي متوقع ان احنا نلاقي فيها حيوانات منويه. ولما نيجي ندور نستخدم، يعني بعد ما ناخد العينات ديت نبحث ونبحث ونكافح ونتحمس ونشجع بعضينا، بعضينا بتكلم عن المعمل اطفال انابيب اللي احنا شغالين فيه عشان نلاقي حيوانات منويه. ليه بقول الكلام ده؟ لان حالات شفناها ومعموله في دول اوروبيه وفي امريكا وما طلعوش حيوانات منويه، لكن جم عندنا في مصر في مركزنا وفي مراكز اخرى في مصر في جمهوريه مصر العربيه. العلم فيها خصوصا في مجال اطفال انابيب يكاد يكون يصل الى مستوى عالمي فعلا. الناس دي، الرجال دول لقينا عندهم حيوانات منويه بمبدا ايه؟ بمبدا المصابره والحماس وروح التحدي ان احنا ندور وندور وندور لحد ما نلاقي. ومش بس هندور بالطرق العاديه، لا، هندور بطرق حديثه، هندور بميكروسكوب بيكبر الاف المرات، هندور بطرق حاجه اسمها ايه اللي بيه، حاجات بتتحط على العينه عشان تبين جدا الحيوانات المنويه من الخلايا بتاعه الخصيه العاديه. فعشان كده الرجال دول اللي ما عندهمش حيوانات منويه خالص دول لازم يتوجهوا فورا ان هم يعملوا الحقن المجهري وما ضيعوش وقتهم في علاج دوائي، علاج طبي، عمليه دوالي. في وسط الكلام قلت جمله مهمه جدا، جمله تمام. جمله يذهبوا الى معمل مشهود له. تمام. الجمله دي انا قعدت افكر فيها طول ما انت بتكمل كلامك على الحيوانات المنويه وعن عينه الخصيه ومجساته والى اخره. تمام. مشهود له من مين؟ مشهود له من مين؟ حلو قوي الكلام ده. مشهود له من اصدقاء، من معارف، من زملاء راحوا المركز ده وخاضوا التجربه دي ونجحوا في هذه التجربه. تمام؟ لاني اكتر حاجه احنا لما نيجي كده نشوف الحالات اللي هو بيردوا الينا الى المركز وبيشرفونا، اكتر نسبه هي اللي بتيجي بناء على ريكومنديشن من حد تاني راح وعمل العمليه دي في المكان ده. دي اكتر حاجه فعلا دليل على نجاح المركز ده، ان في حاله انا عارف حاله شخصيه راحت المركز دوت وعندهم مشكله والمركز ده قدر ان هو يعالج المشكله ديت، خلاص يبقى المركز ده فعلا عنده خبره في الموضوع دوت. تمام. فعشان كده احنا بنقول
لما اجي ادور على المركز نقطه مهمه جدا ان انا اسال عليه، اسال عليه واكيد هوصل لناس قدروا ان هم او راحوا جربوا اللي احنا بنقول عليه تقنيه الحقن المجهري وعينات الخصيه. اسال عليه، اخش على النت واعمل سيرش واشوف المركز ده مسموعاته ايه. كل حاجه دلوقتي احنا زي ما نقول العالم بقى قريه صغيره، اقدر اعرف كل حاجه عن اي مركز انا هقدم وهعمل فيه الحقن المجهري بصوره قايمه. طيب شيء يعني محير او ربما انت ترى رجل انت قلت له لا انت لازم لك دلوقتي كذا اجراء كذا، ممكن يروح حته ثانيه يقول له لا 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 يا عم لا 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 اديك اقراص وهتبقى كويس وهتحسن بالدواء بالظبط. ايا كان ثقافه الراجل، ايا كان ثقافه الراجل، ممكن يعني ممكن يتخذ الطريق السهل. تمام. عواقب اتخاذ الطريق السهل اللي قد يكون يبدو سهل لكن مش حلو، خطا. تمام. عواقبه ايه؟ عواقبه الخساره طبعا، خساره يعني خساره وقت وخساره مجهود وخساره ماديه كمان. يعني هو لو قعد شهور وسنين يمشي على تجربه العلاج ويعمل عمليه دوالي ويحسب كده هو اتكلف قد ايه وقت وفلوس، هيلاقي نفسه ان هو اوفر عليه ان هو يلجا الى تجربه الحقن المجهري مباشره. وناس كتير بيسمعوني دلوقتي من الرجال اتحطوا في الموقف ده وبيجوا لنا يقولوا لنا يا ريتنا يا ريتنا كنا عملنا حقن مجهري بالبلدي كده، يا ريتنا كنا جينا لك من الاول. طيب على مستوى احنا رسلين على البويضه؟ لا احنا لسه برضه بنتكلم على الحقن المنوي. المنوي؟ اه برضه. برضه يعني مش رايحين الحقن المنوي. اذا هنطلع فاصل قصير وهنرجع تاني بعد الفاصل هنتكلم ما زلنا نتحدث عن الحقن المنوي وطريق السلامه اللي واضح جدا انه في حاله، انا في ملخصه بقى. تمام. انه في حاله لو كان ازوسبرميا واحد ما عندوش حاله منويه يبقى الحقن المجهري وانسب طريق بالنسبه له وما يلجاش بقى للعمليات يعني يضيعش وقته ولا في عمليات ولا اخره لان الازوسبرميا ده اللي انا فهمته صح؟ تمام صح كده صح كده؟ صح كده. طيب اكتبوا ورانا هذه الجمله، خليكم بقى معانا لان احنا بنفهم طريق السلامه، طريق السلامه. الدكتور هشام سايق الاتوبيس السلامه وانا قاعد بقى جنبه يعني مستمتع جدا بان انا بسمع هذه. منورني في الاتوبيس يا والله العظيم طريق جميل جدا جدا جدا. هنعلي الكاسيت ونطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا تاني، خليكم معانا اوعى تروحوا.